يمكن امبارح تأكيدا لكلام منتصر بعض القنوات وبعض الزملاء الأعزاء قالوا قبلنا ان الكابتن اسماعيل يوسف مدير للكرة بنادي الزمالك، ويمكن كان لنا الانفراد بالصوت والصورة وبالمنصب الصحيح لتولي الكابتن اسماعيل يوسف المدرب العام للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. يمكن تسابق الجميع وكتب الكابتن اسماعيل يوسف ينضم مديرا للكرة في الفريق الأول، لكن الحقيقة كانت عندنا فقط في قناة نادي الزمالك وفي زملكاوي أن الكابتن إسماعيل يوسف النجم الكبير مدربا عاما في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم مع مستر جيزوالدو فيريرا. ويمكن برضو شفنا الانفراد بعبد الله جمعة ويعني اعتذاره عما بدر منه خلال الأيام الماضية بدون ذكر تفاصيله، وان بيعتبر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك الاب الروحي ليه، وان هو بيعتبره كاب قبل ما يبقى رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. وبوعد حضراتكم النهارده ايضا العديد من الفيديوهات الحصريه ان شاء الله في قناه الزمالك والعديد من الانفرادات داخل قناه نادي الزمالك وداخل قناه برنامج زملكاوي مش هتلاقوها في اي حته تانية. الحقيقه كنا يعني هنغلق ملف التحكيم الا في بعض الملاحظات الصغيره اللي يمكن جات للاستاذ محمد واللي جات للاستاذ منتصر واللي جات للكابتن جمال واللي جات للاستاذ صبحي، لكن اللي خلانا نبدا حلقتنا النهارده ان احنا نستكمل التحكيم اللي بداناه امس. يعني فوجئت بالزميل العزيز الاستاذ محمد كارم رئيس تحرير برنامجنا في زملكاوي ان طلب الكابتن توفيق السيد طبعا عضو لجنه الحكام، لان احنا عاده في قناه الزمالك وبرنامج زملكاوي دايما بنصر على عرض جميع وجهات النظر بمنتهى الحيادية والشفافية وبمنتهى الوضوح. ويعني اتصل بالكابتن توفيق السيد عضو لجنة الحكام الرئيسية ويمكن المساعد الأول أو الثاني لكلاتنبرج، لكن فوجئ أن الكابتن توفيق السيد قال له يعني ممنوع من الكلام وممنوع من الإدلاء بأي تصريحات والممنوع من الظهور في القنوات التلفزيونيه. ويعني يمكن يعني لما الاستاذ محمد كارم كان بيقول لي قلت له يمكن الكابتن توفيق يعني واخد اتجاه بعدم ظهوره في قنوات تلفزيونيه وعدم الادلاء بتصريحات يعني خاصه بالتحكيم، لكن الكل تفاجأ ان الكابتن توفيق السيد ظهر في كل القنوات التلفزيونيه ما عدا قناه الزمالك، يعني وده اللي انا شخصيا اتفاجئت بيه وما عرفتش ايه السبب. هل الكابتن توفيق السيد يظهر يعني في القنوات الاخرى ما عدا قناه نادي الزمالك؟ ايه التفسير او التحليل للحالات التحكيميه في القنوات الاخرى ما عدا نادي قناه نادي الزمالك؟ يعني ما استوعبتش ده، فلو عندك بعض الظهور لمكالمات هاتفيه او بعض التحليلات للكابتن توفيق السيد انا لسه هقول بقيه الخبر. يعني انا فوجئت ان هو بيظهر وده كانت المفاجاه الاولى بالنسبه لي، والخبر الثاني بالنسبه لي او يعني لما بصينا في المحتوى فوجئت بحاجه ثانيه هقولها لحضراتكم، لكن تعالوا نشوفوا كده مداخلاته وحالاته وهو بيحلل يمكن في بعض الحالات. يعني انا عايز بس المداخلات، سيب لي الحاجه الثانيه انا يعني عايز اقدمها براحتي، انا عايز اجيب المداخلات او لو هناك بعض الظهور في القنوات الاخرى بعد اذنك يا استاذ محمد. طب ان المسؤول لما يكون عندنا خطا لازم يعترف بالخطا، الاعتراف بالخطا يا كابتن اسامه هو اول طريق الاصلاح. ايوه انا ما عنديش ادنى مشكله خالص ان انا لما الحكم بتاعي يخطا ان انا اطلع اقول النهارده حكامنا اخطات واحنا هنشوف الموضوع واحنا هنقعد وهنتكلم وهنشوف الدنيا دي كلها. شيء طبيعي حضرتك هتيجي تقول لي طب والنادي ذنبه ايه؟ اقول لك ما هو النهارده احنا بنلعب كره قدم يا كابتن اسامه. النهارده الخطا ده ربما يكون ضدك وطبعا غير متعمد، المره اللي بعديها ممكن يكون ليك برضه غير متعمد بدون قصد الحكام. حقيقة. لكن ان احنا نعالج المشكله هو ده اللي احنا لازم نقف عليه، لكن ان احنا نتكلم على التحكيم ونقول كذا واحد اثنين احنا عندنا مشاكل تحكيميه، انا مش هنكر ده، عندنا مشاكل تحكيميه في جميع المباريات على او في الغالبيه العظمى من الهدف هدف ولا مش هدف؟ طيب في البدايه كونه واحدا الهدف هدف صحيح. تمام، يعني انا عندي حق ان انا اتكلم واقول الكلام ده؟ طبعا عندك حق، هذا صحيح 100% الحقيقه. وانا بشوف ان تم تطبيق تقنيه الفار بشكل خاطئ الحقيقه. وبقول دايما يا كابتن مهيب حاجه مهمه جدا،
اذا كانت اللعبه لعبه صعبه على حكم المباراه او على المساعد حكام الفار، فلا بد انك تمشي مع القرار المساعد. قرار مساعد الحكم هنا بعد الحكم اشار ان الهدف صحيح 100%. انا بقول حاجه مهمه جدا ويمكن حضرتك ما خدتش بالك او انا قلتها، قلت حضرتك ان مثل هذه الالعاب الصعبه، ان اللعبه دي لعبه صعبه، الكره هدف، الكره هدف صحيح 100%، اللعبه صعبه على حكم على المساعد، صعبه، ولكن حكم المساعد اتخذ القرار الصحيح واحتسب الكره هدف. اذا هنا على حكم الفار، لان اللعبه صعبه برضو على حكم الفار. ويمكن احنا شفنا حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان حكم الفار عمل الخطوط ربما تكون بشكل خاطئ، عملها مش من اخر نقطه مواجهه خط المرمى، هو عمل على بطن اللعيب وده مش صحيح، المفترض ينزل على كتف اللعيب او دماغه ايهما اقرب. فبالتالي هنا لما تكون الحاله صعبه يا كابتن مهيب لابد ان انا امشي مع قرار مساعد الحكم، قرار مساعد الحكم هنا احتسب الكوره هدف، فكان لابد على حكم الفار انه يؤيد قرار الحكم المساعد ويشوف. طيب هو لو تسمح لي بس هاخد الحاله الاولى اللي هي ركله الجزاء، اللي طبعا لان هي برضو طبعا هنروح لها ركله الجزاء طبعا. طبعا خلينا نتفق على ان ركله الجزاء كان محمود البنا قريب جدا من اللعبه، يمكن اشار بايده، وانا قلت لمحمود قبل كده هو من الحكام المحترمين الحكام الكبار الحقيقه اللي انا على المستوى الشخصي والمستوى المهني كمان هو اكثر من رائع. اكيد فبلاش اشارات بايدك، لان هو ادى انطباع ان اللعبه ما فيهاش حاجه، لكن بعد ما جاله عبر كوميونيكيشن استدعاء من حكم الفيديو طارق مجدي اللي انا بحييه النهارده، كان عنده يعني دقه كبيره جدا، هنلاقي ان في اعاقه واضحه تماما من قدم كريم العراقي مدافع النادي المصري برجله بقدمه اليسرى، في اعاقه واضحه لمهاجم النادي حسام حسن. الحقيقه ركله جزاء صحيح وركله الجزاء موجود. هنيجي للعبه الاكثر جدلا. بس خلي بالك ان البنا ما ادهاش ضربه جزاء، الفار هو اللي ده ضربه جزاء. اللعبه دي بتاعت النهارده بتاعت مباراه الاهلي والمصري تنطبق بالظبط على لعبه النادي الاهلي. يعني ايه؟ هنا النهارده انا كمتفرج او انا كشفت عبر الشاشات ما عنديش صوره واضحه، والصوره الواضحه دي برضو منقوله يا كابتن محمد لحكم الفار، يعني هو ما عندوش صوره يغير بيها قرار سمير. سمير من الحكام الكبار، الحكام المحترمين المساعدين الممتازين، ربما يكون سمير شاف حاجه احنا ما شفناش على الشاشه الحقيقه. ويمكن انت حضرتك لو شفت التصوير احنا مش باين حاجه خالص نهائي، مش عارف هي اوفسايد ولا لمست يد ولا مش عارف هي ايه بالظبط. فانا هنا بمشي مع قرار المساعد. خليني اتفق مع حضرتك زي ما قلت لحضرتك. طب الاول هيتحسبت ايه؟ هو حتى التسلل، هو سمير كان رافع تسلل. طيب انت ما عشان رافع ايده اليمين و و و ايده اليمين او ايده الشمال ما تفرقش، مش هتفرق ماشي. عشان بقى ماشي اوكي. وكره تسلل، لكن انت شفت الاعاده وحاولت تجيب الكره تاني وتشوف انا حاولت الاعاده تسلل صحيح ولا مش صحيح ولا ايه، وركزت بشكل كبير جدا، لكن انا زي ما قلت لحضرتك ما عرفتش توصل لقرار، ما عرفتش اوصل لقرار الحقيقه. هو خلي بالك حضرتك طارق مجدي حكم الفار هي منقوله له نفس الصوره دي قدامه عنده في الفار، ما عندوش كاميرات خاصه بينقل منها، لا هي عنده نفس الصوره دي. فبالتالي سمير رفع. طب لما سمير رفع طارق عمل تشيك فار. طب هل انا بقول لحضرتك استنتاجات، يعني طارق عمل تشيك فار ما لقاش صوره يغير بيها قرار سمير، فراح مدي كونفيرم لمحمود البنا قال له انا ما عنديش صوره غير اللي ما عنديش صوره تغير بيها قرارك. فبالتالي قرار سمير هنا هو التسلل، واعتقد ان القرار يعني هو قرار صعب جدا جدا جدا، لكن انا هنا لازم امشي مع ففوجئت يعني ان الكابتن توفيق بيظهر الحمد لله ما شاء الله في القنوات. اللي لاحظته ان الكابتن توفيق مش بيظهر في القنوات وبس، لا ده بيظهر في القنوات ومع المذيعين اللي يمكن غير اتجاه نادي الزمالك. كابتن اسامه حسني له كل احترام وتقدير في قناه النادي الاهلي، بيظهر مع الاستاذ محمد شبانه كل احترام وتقدير، مع الاستاذ محمد شبانه، مع كل القنوات، مع مهيب عبد الهادي، كل القنوات اللي هي يمكن واخدة اتجاه ضد نادي الزمالك. اديكوا الاحلى، لا تعالوا نسمع قال ايه. هاتوا لي اول حاجة كده بالصدفة للكابتن توفيق السيد بعد اذنك يا محمد، مع الكابتن اسامة حسني بيقول ايه. عادة بيطلع الكابتن توفيق ما عندوش غير حاجة واحدة بس طوال مكالماته او مداخلاته، غير تأكيد اهداف حسبت للنادي الاهلي كان عليها جدل كبير جدا، او ضربات جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي فيقولك ضربات جزاء واضحه، او بعض الاهداف اللي تم احتسابها تسلل ويقولك لا ده ما كانش تسلل والهدف واضح جدا. هتقولي اي مكالمه او اي مداخله من الاربعه كده، نسمع الكابتن توفيق بيقول ايه. ان المسؤول لما يكون عندنا خطا لازم يعترف بالخطا. الاعتراف بالخطا يا كابتن اسامه هو اول طريق الاصلاح. ايوه انا ما عنديش ادنى مشكله خالص ان انا لما الحكم بتاعي يخطا ان انا اطلع اقول النهارده حكامنا اخطات،
واحنا هنشوف الموضوع واحنا هنقعد وهنتكلم وهنشوف الدنيا دي كلها. شيء طبيعي حضرتك هتيجي تقول لي طب والنادي ذنبه ايه؟ هقول لك ما هو النهارده احنا بنلعب كره قدم يا كابتن اسامه. النهارده الخطا ده ربما يكون ضدك وطبعا غير متعمد، المره اللي بعديها ممكن يكون ليك برضه غير متعمد بدون قصد الحكام. حقيقة. لكن ان احنا نعالج المشكله هو ده اللي احنا لازم نقف عليه، لكن ان احنا نتكلم على التحكيم ونقول كذا واحد اثنين احنا عندنا مشاكل تحكيميه، انا مش هنكر ده عندنا مشاكل تحكيميه بجد. كلامك فوق راسي يا كابتن توفيق، لكن انت نفسك ما بتعملوش. انت بدايه كلامك قلت الاعتراف بالخطا هو بدايه الاصلاح. انت ده كان بيهاجم بقى ساعتها الكابتن عصام عبد الفتاح، انما اعترافك انت بالخطا فين وانت بقيت عضو مسؤول في لجنه الحكام؟ لما بقيت مسؤول مش عايز تعترف بخطاك اللي انت كنت بتطالب. يقول لك الاعتراف بالخطا هو اول طريق الاصلاح. فين يا كابتن توفيق اللي انت كنت بتقوله في قناه النادي الاهلي؟ فين يا كابتن توفيق اللي انت كنت بتقوله مع الكابتن اسامه حسني؟ على فكره كابتن توفيق في مكالمته لو جبناها للاخر قال لك هدف النادي الاهلي صحيح 100%، المصري يعني كان في شك في ضرب جزاء بس الـ 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 يعني الـ 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 التلفزيون ما جابهناش، بس هي قرارها صحيح ما فيش ضرب جزاء.